بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى موضوع من مواضيع ميدان الظواهر الكهربائية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، والمتمثل في نموذج مبسط للذرة. إذن سننطلق من قول الله تعالى في سورة الزلزلة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن فإذا تضمننا أو تمعنا فيما تدل عليه الآية، فببساطة نستخرج أن هذا المخلوق متناهي الصغر، لذا ضرب به المثل في المقياس والمكيال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن فبدون إطالة يأتي ما هو مفهوم الذرة أو ما هي الذرة. إذن فالذرة بعبارات موجزة هي الوحدة الأساسية لبناء المادة، سواء كان تركيب المادة تركيبا ذريا أو تركيبا جزيئيا أو تركيبا شارديا. إذن فالذرة هي الوحدة الأساسية التي تتركب منها هذه المادة. فما هي مكونات الذرة التي نحتاج إليها في برنامجنا وفي مستوانا، أي مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط؟ إذا تصورنا أو تأملنا في الذرة فنجدها تتكون من مكونين رئيسيين. الأول وهو الإلكترون أو الإلكترونات. ما هي الإلكترونات؟ هي جسيمات ذات شحنة كهربائية سالبة تطوف في مدارات حول النواة ويرمز لها بالرمز E. إذن كما نلاحظ في التمثيل، لدينا هذا تمثيل لذرة الهيدروجين وهذا تمثيل لذرة الكربون. إذا لاحظ الفرق بين التمثيلين. ذرة الهيدروجين لها إلكترون واحد يدور حول النواة في مدار محدد. نلاحظ المدار الداخلي لذرة الكربون يحتوي على إلكترونين يطوفان في هذا المدار الذي هو شبيه بهذا المدار نفسه، في حين أن عدد آخر من الإلكترونات يطوف في المدار الثاني. سنتكلم عن هذا لاحقا. إذن قلنا الذرة مكونة أو هي مخلوق مجهري يتكون من جسيمات تطوف حوله هي الإلكترونات، والعنصر المركزي في الذرة هو النواة. إذن النواة كما ذكرنا هي مركز الذرة، وتحتوي على جسيمات ذات شحنة كهربائية موجبة تسمى البروتونات ورمزها بي. إذن هنا في داخل الذرة نواة تحتوي على جسيمات ذات شحنة كهربائية موجبة، نفس الشيء بالنسبة لهذه الذرة وهي ذرة الهيدروجين. الآن ما هو النموذج المعتمد لتمثيل الذرة والذي كنا نراه منذ قليل؟ إذن فالنموذج المعتمد في تمثيل الذرة يطلق عليه النموذج الكوكبي، حيث أن العلماء المتبنين لهذا النموذج يتصورون أن الذرة في شكلها تشبه المجموعة الشمسية. إذن يرى أصحاب هذا التصور كما ذكرنا أن الذرة هي نموذج مصغر للمجموعة الشمسية. مما تتكون المجموعة الشمسية؟ تتكون من نواة المجموعة وهي الشمس، ثم العناصر التابعة لها والتي تطوف حولها وهي الكواكب. إذن فقالوا كذلك أن الذرة هكذا، يعني مكونة من نواة مثل الشمس، وحول النواة قلت
يطوف جسيمات مجهرية هي الإلكترونات تقابل الكواكب، لذا سمي بالنموذج الكوكبي. إذا لنرى مثل ما رأينا سابقا تمثيل ذرة الهيدروجين. فذرة الهيدروجين هي أصغر ذرة في الموجودات أو في الأجسام المعروفة، بحيث تتكون ذرة الهيدروجين من نواة كما نلاحظ، بها في داخل النواة بروتون واحد يعني شحنة موجبة واحدة أو جسيم ذو شحنة موجبة، ويطوف حولها إلكترون واحد أي جسيمة واحدة ذات شحنة سالبة. هذا بالنسبة لتمثيل ذرة الهيدروجين. لنرى المثال الثاني، تمثيل ذرة الكربون. إذن فذرة الكربون لاحظ أنها تحتوي أو تتكون من نواة، بهذه النواة يوجد ست جسيمات موجبة أي ست بروتونات، وبما أن بها ست بروتونات نلاحظ أن حول النواة يوجد ست إلكترونات منظمة في مدارين. لماذا؟ لأن المدار الأقرب إلى النواة لا يستوعب أو لا يستطيع أن يتحمل أكثر من إلكترونين، إذن فهو مشبع بإلكترونين. المدار الثاني تتوزع عليه ما تبقى من إلكترونات وهي أربعة، لأن المجموع كما قلنا ستة، إذن اثنين في المدار الأول تبقى لدينا أربعة في المدار الثاني. لكن ننبه أن المدار الثاني مدار كبير، فهو يتشبع بثمان إلكترونات. إذن فالاستقرار للذرة يكون إما بنظام ثنائي وإما بنظام ثماني. إذن فهذه الذرة رغم أنها عدد بروتوناتها يساوي عدد إلكتروناتها، إلا أنها غير مستقرة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المدار الخارجي غير مشبع، فينبغي أن يكون مشبعا لكي تكون في حالة استقرار. إذن هذا بالنسبة للتمثيل. لنمر إلى الجانب الكهربائي في الذرة. ما قيمة الشحنة العنصرية وماذا يقصد بالشحنة العنصرية؟ إذن نحن ذكرنا بأن الذرة مكونة من جسيمات موجبة الشحنة وجسيمات سالبة الشحنة، حيث أن الشحنات سالبة الشحنة هي الإلكترونات. إذن الشحنة الكهربائية الإلكترون لديها قيمة متعارف عليها، إذن هذا هو رمزها كما هو مبين هنا Ke، أي شحنة الإلكترون تساوي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. الكولوم هو وحدة قياس كمية الكهرباء. إذن فهذه هي قيمة الشحنة العنصرية. أي ماذا يقصد بالعنصر؟ العنصر إما إلكترون أو بروتون. بما أن هنا نتكلم عن الإلكترون فشحنته سالبة، فقيمتها ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. نمر إلى الشحنة الكهربائية للبروتون. إذن فالبروتون له نفس القيمة الكهربائية ولكن موجبة. لاحظ الفرق، رمزنا له بالرمز QP يعني الشحنة العنصرية أو شحنة البروتون، لاحظ أنها موجبة يعني لا توجد الإشارة ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. وبالتالي ما هي قيمة الشحنة الإجمالية للذرة؟ يعني كيف تكون الذرة من الناحية الكهربائية في الحالة الطبيعية؟ إذا تكون الذرة في الحالة الطبيعية متعادلة كهربائيا. كيف عرفنا ذلك؟ إذا أخذنا هذا المخطط لنبين فيه تمثيل الذرتين، ذرة الكربون وذرة الهيدروجين، ونحسب القيمة الإجمالية للشحنة الكهربائية لكل منهما. إذا لدينا اسم الذرة رمزها عدد إلكتروناتها، شحنتها السالبة، عدد بروتوناتها وشحنتها الموجبة، ومنه نستخلص الشحنة الإجمالية. أخذنا ذرة الهيدروجين، إذن هذا تمثيل ذرة الهيدروجين كما ذكرنا، كم فيها من إلكترون كم فيها من بروتون سنرى. قلنا رمز ذرة الهيدروجين هو H، عدد إلكتروناتها واحد. بما أن عدد إلكتروناتها واحد فإن قيمة الشحنة السالبة لها هي Q تساوي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19، وهي شحنة الإلكترون نفسه. بما أن فيها إلكترون واحد فشحنتها السالبة هي هذا المقدار. الآن ما هو عدد بروتوناتها؟ كذلك هو واحد، إذن فشحنتها الموجبة هي Q تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. إذن الشحنة
التي تحمل الشحنة الموجبة التي تحملها النواة هي نفسها شحنة البروتون، لأن فيها عنصر واحد، بروتون واحد فقط. سنرى ذرة الكربون سيكون الأمر مختلفا. إذن فذرة الكربون رمزها سي كما نلاحظ، ما هو عدد إلكتروناتها؟ قلنا لاحظ هي الملونة في الرسم في المخطط باللون الأخضر. إذن لدينا إلكترونين في المدار الداخلي الأول، 4 إلكترونات في المدار الخارجي، إذن ها هي موجودة معنا في المفتاح، 6 إلكترونات، إذن لدينا 6 إلكترونات، إذن فبالتالي فعدد الإلكترونات هو 6 كما تلاحظ. إذن كم ستكون الشحنة السالبة؟ ببساطة سنضرب شحنة الإلكترون الواحد، يعني الشحنة العنصرية التي هي ناقص 1.10^-19 كولوم، نضربها في 6، فنحصل على المقدار ناقص كي تساوي ناقص 9.6^-19 كولوم. إذن هذه هي الشحنة السالبة لذرة الكربون. الشحنة السالبة يعني مجموع الشحنات العنصرية السالبة في ذرة الكربون. الآن عدد البروتونات كما هو مبين كذلك 6. إذن 6 بروتونات موجودة في النواة، وهذا هو الذي يحفظ تماسك الذرة. يعني ينبغي أن يكون عدد الشحنات الموجبة أو عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. إذن لدينا 6، كذلك 6 نضربها في الشحنة العنصرية التي هي 1.6. إذن وبالتالي يكون الناتج كذلك 9.6^-19 كولوم. إذن كيف ستكون الذرة من الناحية الكهربائية إجمالا؟ بما أن عدد الشحنات السالبة لذرة الكربون كي يساوي ناقص 9.6^-19 كولوم يساوي عدد الشحنات الموجبة في النواة وهو كذلك 9.6. إذن حينما نجمع هذين المقدارين ستكون المحصلة تساوي 0، وبالتالي نقول أن الذرة متعادلة كهربائيا في الحالة الطبيعية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.